السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة جديدة في ريفيت 2023، ألا هو في الليزرات القديمة كنت بتدوس رايت كليك كان يجيب لي أمر واحد اللي هو دبليكيت. دلوقتي بقى عندي اختيارين، دبليكيت ماتيريال أند أسيتس، دبليكيت يوزنج شيرد أسيت. ده الاختيار اللي كان موجود زمان كان اسمه دبليكيت، دلوقتي أصبح فيه تفريق بينهم الاتنين. لما أقول له دبليكيت يوزنج شيرد أسيت هيبدأ يعمل لي ماتيريال جديدة، وهتلاقي إن هو خد نفس الماتيريال وبقت موجودة مرتين، بقت موجودة مرة هنا ومرة هنا. لكن لو انا جيت هنا وقلت له دوبليكيت ماتيريال اند اسيتس، هياخد الاسيت ديت اللي انا معتمد عليها اللي هي موجوده هنا ويروح مكررها مره كمان، تمام. فلما اقول له دوبليكيت اسيتس عمل لي واحده جديده، ولاقي ان هو قال لي انها مش موجوده في اي مكان تاني، وغير اسم الاسيت ديت، بقت موجوده لاول مره واحده جديده غير مرتبطه بالاسيت اللي موجوده هنا ولا اللي موجوده هنا.